يا بابا يا بابا يا بابا، عايز ايه يا لقا؟ هكون عايز ايه يعني يا بابا؟ عايز مصروف المدرسة عشان امشي على المدرسة. انت مش خدت مصروف المدرسة امبارح؟ هو امبارح بتاع امبارح، انا بقى عايز مصروف النهاردة. طب انا معيش فكة دلوقتي يا لقا. هات يا بابا وانا فكلك، انا معايا فكة. طب انا معايا 50 جنيه، انت معاك فكة 50؟ لا ما معيش. طب بقول لك يا بابا، هات ال 50 وانا لما اجي من المدرسة هجيب لك الباقي. عشان تاخد ال 50 جنيه تضيعها كلها ولا اشوف باقي ولا حتى عبد الباقي. لا ما تخافش يا بابا، والله ما هضيعها. خلاص ماشي، انا هديها لك بس عشان انت حلفت، بس لو ضيعتها انا هقصف عمرك. خد. لا ما تخافش يا بابا، يلا عايز حاجة؟ لا يلا مع السلامة. باي باي باي. خلاص يلا امشي بقى. باي باي باي. يا خلاص امشي بقى، في ايه؟ باي. الله يخرب بيتك، بتفرج على تيك توك كتير الواد ده. يلا بنطلع. يا عم انا خايف، ممكن حد يقفشنا. الله يخرب بيتك، انزل انزل، ممكن حد يقفشنا. ما انا لو فضلت كده مكاننا هنتقفش. يعني اعمل لنا يعني دلوقتي؟ اعمل ايه انت عايزنا نعمل لنا يعني دلوقتي؟ هتعمل ايه يعني؟ ما تطلع يا عم. ماشي يا عم هطلع اهو، وسع لي بقى كده. يلا نجري بسرعة قبل ما حد يقفشني. خلاص ماشي يلا يلا. يا ابني انت بس خلاص، كفاية كده، الله يخرب بيتك، انا تعبت من كتر الجري، كفاية كده بقى خلاص. يا عم ما خلاص، ما احنا وصلنا. طب احنا هنعمل ايه بقى في المكان اللي انت جايبونا الغريب ده؟ هنعمل فيه ايه؟ مش انت كنت بتقول اللي انت عايز تركب خيل؟ ايوه ايوه عايز اركب. هي فين؟ هي فين؟ على ورايا. ماشي يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لك ايه يا عمو، احنا كنا عايزين نركب خيل. من عليا الاثنين، عايزين تركبوا الكبير ولا الصغير؟ لا هو في كبير وفي صغير. ايوه في طبعا. طب ماشي، هو فين بقى الكبير وفين الصغير؟ ده الكبير واللي هناك ده الصغير. ايه ده الصغير ده حمار يا عم. لا اللي هناك ده حصان بس هو على شكل حمار. طب ماشي ماشي خلاص خلاص، انا هركب الكبير وانت يبقى اركب الصغير. ماشي يلا. بقول لك ايه يلا، تيجي تسابقني؟ ماشي يلا يلا. انا هعد لحد ثلاثة وانت تجري. واحد اثنين ثلاثة. الله 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 الله. انت عزفت يا علاء؟ نعم يا بابا. انت ما تعرفش الواد اللي هو اخر ليه كده لحد دلوقتي؟ لا ما اعرفش، هو لسه ما جاش لحد دلوقتي من المدرسه. لا لسه ما جاش لحد دلوقتي. طب مش انت معاك رقم عم حنا في الفراش بتاع المدرسه؟ ايوه معايا. طب خلاص اتصل عليه وشوف الواد اخر ليه كده. تصدق ايه فكره؟ ماشي انا هرن عليه واشوفه اخر ليه كده. طب قبل ما ترن انت عليه وتخلص معاه هروح انا اكلم واحد صاحبي واشوف الواد اخر ليه برضو كده. ماشي ماشي. الو الو يا حنفي، بقول لك ايه، هو الواد لقى اخر ليه كده؟ الواد ابنك لقى يا حاج هرب النهارده من على سور المدرسه. ايه انت بتقول ايه؟ زي ما بقول لك كده، هرب من على سور المدرسه وانا داري الف عليهم من الصبح عشان اجيبهم. طب خلاص ماشي ماشي، متشكرين يا حنفي، متشكرين واسفين على ازعاجك. يلا عايز حاجه؟ سلام. سلام. ايوه واطي، انت من دلوقتي بتهرب من المدرسه؟ اما لما تكبر هتعمل فيا ايه؟ ده انت يومك مش معدي النهارده. انا اللي كسبتك يا حبيبي، انا اللي كسبت. تجيش تحداني بعد كده. لا يا حبيبي ده انا اللي كسبت. لا يا حبيبي ده انا اللي كسبت يا حبيبي، انت ما كسبتش. لا ولا انت ولا هو، ده انا اللي كسبت. بابا ولا خد، يلا يا خد، يلا خد ولا خد. يا ابن اللذينة هيجي يروح فين يا حبيبي؟ ده انت اللي هتيجي لي عشان احنا لسه يومنا طويل مع بعض. تعالى.